محمد الماغوط هذا الرجل رغم أنه جاء العراق لم أراه، ولكنني أحبه حبا جما، أحب فيه صدقه مع نفسه، وبنتيجة هذا أحب فيه صدقه الفني. الماغوط يكتب من نبعه الحقيقي تماما، خلاصة تجربته بصفائه وانسجامه مع نفسه، ولهذا ينفذ إلى القلب بشكل مباشر. من قال إن هذا ليس شعرا؟ أنا عبد الرزاق عبد الواحد حامل أحيانا يقولون هراوة القصيدة الكلاسيكية، أقول صولجانها لأنها تملك من الجلال والهيبة ما يمكن أن تكون ذات صولجان. لا أنكر أن يكون ما كتبه محمد الماغوط شعرا، وشعرا حيا تماما. نحن لسنا سلاطين نصدر أحكاما على الشعر وكيف يجب أن يكون. أجدادنا وهم واضعوا الشعر العربي في الجاهلية وفي صدر الإسلام اتهموا القرآن الكريم بأنه شعر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم شاعر. طيب إذا كان أجدادنا تسامحوا وهم أهل الشعر وواضعوا معاييره ومقاييسه، تساهلوا بأن يقولوا أن القرآن شعر وهو ليس في كثير من أحواله ليس موزونا، يعني ليس فيه الوزن الشعري وليس فيه طيب نأتي احنا في القرن العشرين ننكر على الشعر أن يكون فيه حرية؟ نحن ما اتهمنا القصيدة الحديثة بأنها متحررة، لا، ولكن اتهمنا شعراءها بأنهم فقدوا معايير الشعر أساسا. لا يشترط أن تكون القصيدة بتفعيلات محدودة وبقافية واحدة لكي تكون قصيدة، لا مطلقا. هناك مسائل نثرية رائعة جدا هي من روح الشعر. بس كيف تصنفها كيعني إنتاج شعري؟ أصبح بعض النقاد الآن يقننون لهذا الاتجاه قوانين موسيقية معينة. أنا بالتأكيد يا أخ نصر الله ضد التقنين وضد القوانين. التجربة العبقرية الإبداع لا يخضع لقانون يطلع اخترق جميع القوانين. ولكنني أعترف مندهشا بمحمد الماغوط أن ما يكتبه شعر وشعر عالي. الوزن ليس هو المقياس الوحيد للشعر، الشعر فيه جوانب كثيرة، وأدقها أنه ينفذ إلى الروح وأنه ينقل إليك التجربة بأقوى وأعنف ما أراد الشعر أن يوصلها إليك.